بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. حيث وصمه الله عز وجل في الآيات السابقات بالكفر حين فرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الله جل جلاله قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا. أولئك الإشارة لليهود الذين كفروا بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام، وكذلك النصارى الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه الآيات المباركات في استعراض جملة من جرائمهم وبيان عدد من مخازيهم. يقول ربنا جل جلاله يسألك أهل الكتاب. الفعل هاهنا فعل مضارع، إما لاستحضار الحالة كما في قول الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وإما أن المراد أن ذلك يتكرر منهم كما قال ربنا جل جلاله بل عجبت ويسخرون، ما قال بل عجبت وسخروا، بل قال بل عجبت ويسخرون، دلالة على التكرر والاستمرار. يسألك أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن الغالب هاهنا أن المقصود هم اليهود، لأنهم الذين كانوا يساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وسبب سكناهم إياها أنهم كانوا يعلمون أنه قد أضل زمانه
حتى إنهم كانوا يهددون الأوس والخزرج يقولون لهم يوشك أن يبعث نبي قد أضل زمانه فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وقد سجل الله عليهم ذلك في قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك الأنصار عليهم من الله الرضوان لما قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج واستمعوا إلى القرآن قالوا: تعلمون إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. سارعوا إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وكفر به أولئك الذين كانوا يتوكفون بعثته وينتظرون رسالته ويتوعدون به أولئك القوم الذين كانوا مشركين. يسألك أهل الكتاب، قال محمد ابن كعب القرظي وقتادة السدوسي والسدي: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، لن نؤمن لك حتى ينزل عليك من السماء كتاب كالذي نزل على موسى. فإن موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة في ألواح لما ذهب لميقات ربه. قال الله عز وجل في ذكر قصته حين رجع فوجد قومه يعبدون العجل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقال عبد الملك ابن جريج: إن ناسا من اليهود قالوا: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تنزل كتب من السماء موجهة إلى فلان وفلان وفلان، لناس سموهم من اليهود بأن محمدا رسول الله. وقد قالوا ذلك على سبيل العناد والتعنت والتمرد على الله عز وجل، وشابهوا في ذلك المشركين الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال المفسرون: اجتمع بعض صناديد الكفر، فيهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وابو جهل ابن هشام والنضر ابن الحارث والوليد ابن المغيرة وابو البختري ابن هشام وعبد الله ابن ابي أمية ابن المغيرة وزمعة ابن الأسود، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن قومك يريدون أن يكلموك. فأسرع إليهم صلوات ربي وسلامه عليه طمعا في إسلامهم، فلما جالسهم ما زادوا على أن عرضوا عليه ما عرضه عتبة بن ربيعة من قبل: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا، إن كان الذي يأتيك رئيا من الجن التمسنا لك الطب. أعادوا عليه هذه العروض السخيفة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون، ما تقولون؟ ينكر عليهم هذا الكلام: ما جئتكم أطلب شرفا فيكم ولا ملكا عليكم ولا لأجمع أموالكم، ولكن الله أرسلني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم مبشرا ونذيرا، فإن تتبعوا ما أقول لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم صبرت حتى يحكم الله بيني وبينكم.
وكان هذا ردا واضحا من نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: يا محمد، قد علم ربك أنه ليس أحد أضيق بلادا منا ولا أقل مالا ولا أضيق عيشا، فسر ربك يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة، وأن يفجر لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: ما أنا بفاعل، ولكني رسول الله إليكم بشيرا ونذيرا، فإن صدقتموني فهو حظكم، وإلا صبرت حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا له: يا محمد، فخذ لنفسك، سر ربك أن ينزل ملكا من السماء يصدق، وسر ربك أن يبعث لنا آباءنا الذين ماتوا، وليكن فيهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا يشهد بأنك رسول من عند الله. قال لهم: ما أنا بفاعل، وما بهذا أرسلت إليكم. قالوا له: فسر ربك أن ينزل عليك من السماء ذهبا وفضة، فإنا نراك تقوم في الأسواق تلتمس الأرزاق كما نلتمس. قال لهم: ما أنا بفاعل، وما بهذا أرسلت إليكم. قالوا له: يا محمد، أما علم ربك أنا سنجلس إليك ونسألك ذلك؟ فسر ربك أن ينزل علينا كتابا نقرأه. قال له: ما أنا بفاعل، وما بهذا أرسلت إليكم. ثم قام عنهم صلوات ربي وسلامه عليه، فتبعه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وهو ابن عمته، هذا الرجل هو ابن عاتكة بنت عبد المطلب، تبعه وقال له: يا محمد، إن قومك قد أنصفوك، وإني قائل لك مقالة، إني لن أؤمن لك حتى تلتمس سلما ترقى به في السماء وأنا أنظر إليك، وينزل معك أربعة من الملائكة يصدقونك، وأيم الله لو فعلت ذلك ما أنا بمصدقك. هذا كله قالوه على سبيل العناد والتعنت والسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ربنا جل جلاله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: ما جرت سنة الله عز وجل في أنه ينزل الآيات بحسب طلب الناس، لأن الرسل لو كانوا كذلك لكانوا بمنزلة المشعوذين. الآن المشعوذون والسحرة والحواة يستغلون تجمعات الناس فيقولون لهم: ماذا تريدون؟ هذا يقول له: نريدك أن تفعل كذا، وهذا يقول: نريدك أن تفعل كذا. وهذا الساحر أو الحاوي أو المشعوذ الذي يستجلب أموال الناس وأعطياتهم يستجيب لهم فيما يطلبون. قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثمود طلبوا من صالح عليه السلام ناقة كوماء كثيرة اللبن، يكون باردا في الصيف دافئا في الشتاء، فدعا ربه جل جلاله فاستجيب له، وجاءت الناقة وفق ما يطلبون، وحذرهم، قال لهم: هذه ناقة لا شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. لكنهم عقروها، خالفوا أمر الله عز وجل، فأحل الله بهم عذابه.
وكذلك الذين قالوا للمسيح عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ العاقبة أن المائدة نزلت بنص القرآن، قال الله: إني منزلها عليكم. وتوعد جل جلاله من يكفر بعد ذلك بأن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهؤلاء اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب، أي اليهود، يسألك الخطاب لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه من الخطابات الخاصة به، كقوله: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، وكقوله: ألم نشرح لك صدرك، وكقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خطابات له ولأمته، كقوله جل جلاله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهناك خطابات اختلف أهل التفسير وأهل الأصول هل هي خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنها عامة لسائر الناس، كقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يقول: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. الله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: هؤلاء اليهود شعب صلب الرقبة، العناد والتمرد وسوء الأدب واقتراح الآيات سيرة ماضية توارثها الأخلاف عن الأسلاف. أسلافهم سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، جهرة أي رؤية، جهرة علانية، رؤية حسية. كانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. من الذين قالوا ذلك؟ هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام من أجل أن يذهبوا معه ويعلنوا توبة قومهم. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ما سبب أخذهم بالرجفة ونزول الصاعقة عليهم؟ ما مضى ذكره في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة هي النار التي تنزل من السماء. موسى عليه السلام تضرع إلى ربه جل جلاله، قال: يا رب، هؤلاء خيار بني إسرائيل، هؤلاء الذين أهلكتهم هم خيار بني إسرائيل، وقد تركت شرارهم من ورائي، ماذا أقول لهم؟ وهو معنى قوله جل جلاله في الأعراف: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني كان يمكن أن تهلك قومهم موجودون بين قومهم، أما الآن سأتهم أنا بهم. فالله عز وجل قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني بعدما أهلكهم الله. وهذه أيها الإخوة الكرام تذكرون هي إحدى قصص 5 في سورة البقرة، الله عز وجل أحيا فيها ميتا بعد أن قبض. القصة الأولى: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. وهذه الثانية. والثالثة في خبر الرجل الذي مر على قرية وهي
خاوية على عروشها، والرابعة حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، والخامسة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وإذا آمنت بهذه القصص الخمسة آمنت بأن الله يحيي الموتى، لأن الله عز وجل قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الذي خلق نفسا قادر على أن يخلق جميع الأنفس، والذي بعث نفسا قادر على أن يبعث الأنفس جميعا. يقول الله عز وجل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، بعدين ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك. هذه جريمة ثانية، وقد مضت معنا في سورة البقرة بأن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه والله جل جلاله واعده بعد 30 يوما، ويقول المفسرون بأن موسى عليه السلام كان صائما خلال تلك 30، فلما أتم 30 أخذ عودا من أراك فشاص به أسنانه من أجل أن يطيب فاه للقاء ربه جل جلاله، فالله جل جلاله أمره بأن يصوم 10 أخرى، قال سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى عليه السلام لما تأخر على قومه قام رجل ضلالي دجال عدو لله ورسوله يقال له السامري، جمع الحلية التي خرج بها بنو إسرائيل من مصر وصنع لهم عجلا، أي تمثالا على هيئة العجل، عجلا جسدا له خوار، ثقب هذا العجل من دبره ومن عند رأسه الثقب الذي في فمه، ثم وضعه مستدبرا للريح، فكانت الريح إذا دخلت من دبره أحدثت أصواتا تشبه الخوار، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا العجل يا بني إسرائيل هو إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي وذهب يطلب إلهه في مكان آخر. ماذا كانت النتيجة؟ شاركه في عبادة العجل جل بني إسرائيل، جل بني إسرائيل. هارون عليه السلام قام فيهم ناصحا وواعظا وأمرهم بتقوى الله عز وجل، لكنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عاكفين على هذا العجل محبوسين على عبادته، نطوف حوله ونتمسح به وندعوه ونرجوه حتى يرجع إلينا موسى. موسى عليه السلام الله جل جلاله أخبره في طريق عودته بالذي كان، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، بمعنى أنه قد قست قلوبكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كانت العاقبة أن ذلك الدجال بذل عذره، قال له فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي أخذ رأى جبريل عليه السلام حال مجيئه لموسى عليه السلام في بعض الأحيان، فأخذ قبضة من تراب من أثر جبريل عليه السلام ونبذها في ذلك العجل، فكان يحدث تلك الأصوات التي كانت فتنة لبني إسرائيل. الله جل جلاله قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لما قال السامري هذا العذر الذي هو أقبح من الذنب، قال له موسى عليه السلام فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني أسأل الله العظيم أن يبتليك بداء لا تستطيع معه أن تمس أحدا ولا يستطيع أحد أن يمسك، لا تمس ولا تمس، لا مساس، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ويقول المفسرون بأن ضلال بني إسرائيل لما فعل موسى ذلك سارعوا إلى الماء الذي ذر فيه موسى عليه السلام حطام ذلك العجل بعدما حرقه فشربوا منه فظهر أثر الذهب على شفاههم، ويتأولون قول ربنا جل جلاله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فموسى عليه السلام بعد ذلك سأل الله عز وجل أن يتوب عليهم على هؤلاء الذين كفروا، لأن عبادة العجل كفر، من عبد غير الله فقد أشرك، والمشرك كافر. فموسى عليه السلام سأل الله أن يتوب عليهم فتاب عليهم توبة شديدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إلى خالقكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ألقى الله عليهم الظلمة وأمر موسى عليه السلام من عبد العجل بأن يجلس، ومن لم يعبد وقد كانوا قلة قليلة بأن يقوموا حاملين سيوفهم ورماحهم. وقال للجالسين لعن الله من حل حبوته، لعن الله من رفع يده، يعني من قاوم فعليه لعنة الله. ثم ألقى الله عليهم الظلمة وعملت فيهم السيوف فاقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا إخوانكم. فكان الرجل يقتل أخاه، يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل عمه وابن عمه. واستمر ذلك سحابة النهار، فضج موسى عليه السلام إلى ربه قال يا رب أفنيت بني إسرائيل أسألك أن تتوب عليهم، فجعلها الله عز وجل لمن قتل شهادة ولمن بقي توبة، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ولذلك ربنا جل جلاله يذكرهم بهذه الجريمة الثانية. جريمتهم الأولى أنهم قالوا أرنا الله جهرا، وليس مجرد طلب الرؤية، فإن طلب الرؤية قد حصل من موسى. أخواننا أنتم صاحين؟ أين حصل من موسى؟ لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فمجرد طلب الرؤية ليس جريمة في ذاتها، وإنما الجريمة أنهم علقوا إيمانهم على تلك الرؤية، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فكانت هذه الجريمة الأولى. والجريمة الثانية اتخاذهم العجل، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات الآيات الواضحات والبراهين الساطعات. قد بيّن ربنا جل جلاله في القرآن بأنها تسع، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. وكانت الآية الواحدة متضمنة
آيات، فالعصا كانت آية لموسى عليه السلام حين ألقاها فإذا هي حية تسعى، وكانت آية حين ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جعل الله عز وجل بهذه الضربة في البحر 12 طريقا، لكل سبط من أسباط إسرائيل طريق يمشي فيه. وكانت هذه العصا أيضا آية حين كانوا في فترة التيه فسألوه السقيا، فأوحى الله إليه أن يأخذ حجرا أي حجر فيضربه بعصاه فتنفجر أو تنبجس منه 12 عينا. والبحر كذلك كان آية حين أغرق الله به فرعون، وحين جعله طوفانا ثم حسره عنهم، وكان آية حين ضربه موسى عليه السلام فانفلق، إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات خرجوا، نسأل الله العافية. قال المفسرون: وما زالت أقدامهم مبتلة بالماء، خرجوا وهم يرون أعداءهم قد أغرقهم الله، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا إلى هؤلاء، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، أي عالم زمانهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، قال الله عز وجل: فعفونا عن ذلك. فعفونا عن ذلك، الله عز وجل عفى عنهم. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن العفو هو المحو، ومنه تقول العرب: عفت الريح الأثر وعفت الشمس الظل. فالله عز وجل عفو بمعنى أنه يمحو الذنوب ولا يؤاخذ بها. فعفونا عن ذلك. وآتينا، آتينا أي أعطينا، وهذا فعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول موسى عليه السلام وآتينا موسى، والمفعول الثاني سلطانا مبينا. المبين من أبان إذا أوضح، والسلطان المبين مراد به الشريعة المنزلة عليه، الشريعة المنزلة عليه. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. قال سبحانه: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الطور هو الجبل، الطور هو الجبل، وقد مضى معنا هذا المعنى في سورة البقرة في قول ربنا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. موسى عليه السلام كان يعرض عليهم أن يأخذوا التوراة وأن يعملوا بما فيها فيأبون، يأمرهم بالسجود فيأبون، عانى صلوات ربي وسلامه عليه ما عانى، فأرسل الله عز وجل جبريل فاقتلع الطور، اقتلع الجبل ورفعه فوقهم، رفعه فوق هؤلاء العتاة المتمردين، فأصابهم من الفزع والهلع والجبن ما حملهم على أن خروا ساجدين، لكنهم ما سجدوا على جباههم ذلك السجود الشرعي المطلوب، وإنما سجدوا على جانب وهم ينظرون إلى الجبل خشية أن يسقط عليهم. قال الله عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وسمي ميثاقا من الوثاق،
وهو الشد والربط، وأصل الكلمة موثاق، موثاق، لكن لما كسرت الميم والواو ساكنة قلبت ياء لأن الياء تناسب الكسرة، مثل ما قيل في ميزان أصلها ميزان، وميقات أصلها ميقات. قال الله عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ثم الجريمة الرابعة: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقرأها نافع وحده: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. هذه جريمة رابعة. الله جل جلاله بعدما انقضت فترة التيه أمرهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، بأن يدخلوها على هيئة معينة وأن يقولوا كلاما معينا. أمرهم بأن يدخلوا حال كونهم ساجدين وأن يقولوا: حطة حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا خطيئاتنا، كفر عنا سيئاتنا. فما دخلوا ساجدين، دخلوا يزحفون على أستاههم، وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة في شعيرة. الحنطة هي القمح. قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوم كانوا ظالمين متمردين على الله عز وجل، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. ثم جريمة خامسة: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، في قراءة نافع في رواية ورش وحده: لا تعدوا في السبت بفتح العين وتشديد الدال. لا تعدوا أصلها لا تعتدوا، وأضغمت التاء في الدال فشددت. لا تعدوا، من اعتدى يعتدي اعتداء. وأما على قراءة الباقين: لا تعدوا، من عدا يعدو عدوانا. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. وفي آية أخرى: عدوا بغير علم. العدو هو الاعتداء، الاعتداء. لا تعدوا في السبت. وما بين في هذه الآية بأنهم استجابوا أم لم يستجيبوا، لكنه بين في آيات أخرى بأنهم ما استجابوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة صادت في يوم السبت، كانوا يلقون الشباك من مساء الجمعة، لأن الله ابتلاهم بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة شارعة رؤوسها ضخمة أجسادها، فبدأ لعاب اليهود يسيل. وبعد ذلك إذا غربت شمس السبت اختفت تلك الحيتان، فماذا صنعوا؟ بدأوا يلقون تلك الشباك في يوم السبت، ثم يدقون على شاطئ البحر ما يثبتون به تلك الشباك، فتقع تلك الحيتان في الشباك، ثم بعد ذلك يسحبونها إذا غربت شمس السبت وهم يتضاحكون يقولون: ما صدنا. طائفة أخرى قالوا لهم: اتقوا الله فإن هذا حرام والله لا يخادع. طائفة ثالثة سلبية قالوا لهم: دعوا الخلق للخالق، ما لكم وللناس، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فبينت تلك الطائفة المنصورة أنهم فعلوا ذلك لعلتين. العلة الأولى: معذرة إلى ربكم، يعني الإنسان ينهى عن المنكر من أجل أن يعذر إلى الله: يا رب
فعلت ما في طاقتي. ثم العلة الثانية: ولعلهم يتقون، لعل هذا الذي ينهى يتقي الله عز وجل ويرجع عما هو فيه من المنكر. وبعد مضي فترة من الزمان صاروا يشوون علانية ويتبجحون بذلك، وهؤلاء الطيبون أقاموا بينهم وبين أولئك الفاسقين جدارا عازلا. أصبحوا يوما من الأيام لا يسمعون أصواتهم ولا يشعرون بحركتهم، فتسوروا عليهم فإذا هم والعياذ بالله قردة، مسخهم الله عز وجل قردة. فدخل عليهم إخوانهم هؤلاء الذين كانوا ينهونهم عن المنكر، فجعلت القردة تعرف أنسابها من الإنس والإنس لا يعرفونهم، جعلوا يتمسحون بهم وتذرف دموعهم. الله عز وجل بيّن أن هؤلاء صاروا قردة، وأن أولئك قال أنجينا الذين ينهون عن السوء. الطائفة السلبية ما ذكرها ربنا، ما عرفنا هل نجت أو أنها هلكت مع الهالكين. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، اليهود إلى يوم الناس هذا يوجعهم ويقض مضاجعهم أن يوصفوا بأنهم أحفاد القردة، وقد شكوا إلى بعض الحكومات التي طبعوا معها وصدرت مناشير موجهة إلى الأئمة بألا تذكروا هذا على المنابر، لا تقولوا بأن اليهود أحفاد القردة. الله جل جلاله ينشر فضائحهم ويبين لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو تاريخهم. قال الله عز وجل: وقلنا لهم لا تعدوا، أي لا تعتدوا في السبت، في يوم السبت. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والغلظ أيها الإخوان توصف به الأجسام، لكن الله عز وجل يستعير ذلك من أجل أن يبين أن ذلك الميثاق كان مشددا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم يقول سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم، عندهم ست جرائم أخرى، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وسيأتي تأويلها، هل هي على سبيل التكرار فتكون جريمة واحدة، أو أن المقصود وبكفرهم بالمسيح، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وإذا لم تكن تلك مكررة فالجريمة السادسة وقولهم تبجحا وتفاخرا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. الله جل جلاله قال: فبما نقضهم ميثاقهم، الباء باء السببية، ما زائدة لفظا لكن لها معنى الله أعلم به. فبما، أي بسبب نقضهم ميثاقهم، كقول ربنا جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. فبنقضهم ميثاقهم، هذا الميثاق الغليظ الذي أخذ عليهم قد نقضوه، وهذا النقض قد تكرر. قال الله عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فبما نقضهم ميثاقهم، ثم الجريمة الثانية وكفرهم بآيات الله. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة. قال الله عز وجل: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. وآيات الله كم نوع؟ نوعان: آيات الله المنظورة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وآيات الله المستورة،
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اليهود كفروا بآيات الله المسطورة التي أنزلها على نبيه موسى عليه السلام، وأول كفرهم جحودهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم نبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك كفروا بآيات الله المنظورة، فإن نبي الله موسى عليه السلام قد أجر الله على يديه من الآيات الشيء الكثير، كفروا بذلك كله وكفرهم بآيات الله. ثم قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء، وفي قراءة نافع وحده بالهمز الأنبياء من النبأ، وقتلهم الأنبياء. أكثر أمة حصل منها قتل للأنبياء هم بنو إسرائيل. الحديث عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا في يوم واحد، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار، أولئك الذين ذكرهم الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قبلها إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قتلهم الأنبياء، كانوا يقتلون النبي ثم يقوم سوقهم كأنهم ما فعلوا شيئا، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا صلوات الله وسلامه عليهما، وقتلوا كذلك، حاولوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام، هذا كله قد فعلوه. قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، انتبه، بغير حق قالوا قيد لبيان الواقع وليس قيدا للاحتراز، قيد لبيان الواقع، فإن قتل النبي لا يمكن أن يكون بحق، بل قتل النبي بغير بحق، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، للمفسرين فيها تأويلان، وقولهم قلوبنا غلف بمعنى أن قلوبنا أوعية للعلم لا نحتاج إلى كلامك ولا إلى نصحك ولا إلى آياتك، أو قولهم قلوبنا غلف بمعنى أن قلوبنا في أغطية في أكنة، فنحن لا نسمع ما تقول، ولو سمعنا فلا نفهم، ولو فهمنا فلن نعمل. فهم يشابهون الكفار الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قال الله عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم، بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي، الله عز وجل يبطل قولهم قلوبنا غلف، يقول قلوبهم ليس عليها أغطية ولا هي أوعية للعلم، بل الله جل جلاله طبع عليها أي ختم عليها والعياذ بالله بسبب كفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا، فهو من ذكر الشيء بضده، أي ما عندهم إيمان، فلا يؤمنون إلا قليلا. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام، ويأتي الكلام في درس الغد إن شاء الله.
عن مسألة عقدية مهمة طال فيها اللغط وكثر فيها الخوض بالباطل في أيامنا هذه، وهي مسألة نزول المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة. تعرض هذه المسألة إن شاء الله، ومتى ينزل المسيح وكيف ينزل وأين ينزل ومدة مكثه في الأرض والمهام التي سيقوم بها وما هي الحكمة من نزوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي تأويل قول ربنا جل جلاله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح مغاليق القلوب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله لنا في صحائف حسناتنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.